سلام البنات، اليوم جيتكم بنروسات تاع الكسره هايله بمقادير مضبوطه. انا في هاد لاشين حليتها باش نبارطاجي معكم ما باسيون في لا كويزين و في لا ديكوراسيون. ان شاء الله اون با باسي دي بون مومون ensemble. دونك لازمنا كاس فارينا، كاس ما تياد، مغرفه سكر ومغرفه خميره، اون كويير ا سوب. نحطو بناتك، نحط كلش في البول دو بيترا. انتوما تقدروا ديروها بيتكم عادي. نزيدو الكاس تاع الماء تياد، لا كويير تاع الخميرة والسكر. فوالا، دونك نخلطو شويه ونغطوها ونخلوهم 10 à 15 minutes، جست لو طون كديك الخميره تتفاعل. ومن بعد نزيدو لي زوطخ انغريديون دوك تشوفو معايا. Voilà les filles, après 15 minutes, donc la pâte khtamrat ou darouna les bulles, dartna bien donc les bulles, donc on peut ajouter les autres ingrédients. Donc voilà, j'ai utilisé zeyt zaytoun, mais vous pouvez utiliser l'huile de tournesol. J'ai utilisé une cuillère à zeyt zaytoun et 3 cuillères à café de sucre de préférence ou une cuillère à café de levure chimique. الملح حسب الرغبه، وانا استعملت الزرعره، سي فاكولتاتيف مي يمدوا بنا في الكسره. انا نحب ندير زرعره، درت الجلجلان والسانوج. دونك نحطوا كاع هاد لي زانغريديون او ميم طون ونحطوهم يتعجنوا انفان جوست لو طون كلا بات تنطم. هي ماشي عجين عجين كسره، دوموند با عجين بزاف. وكما قلت لكم تقدروا ديروها بيتكم عادي وتخرج هايله. فوالا لي في هنا، بعد ما تنطم لاباط نحبس البيتران اي جو فورمي بول ونبدا نطيبوها ان شاء الله. فوالا لي في هنا جي فورمي 3 بول بهذيك لا بات، بديت نحلها يدو 3 كسرات موين. نبدا نحل فيها هكذايا رقيق مدوره، نسي نديرها لو بلو رون بوسيبل ونطيبوها. هنا نتي نعدل فيها. هنا نديروها طيب. او بيان سور سون اوبليي دو لابيكي باش هكا ما تتنفخناش. هاي الكسره تاعنا البنات جات هايله، و جيسبر فريمون تسيوها باسكو فريمون جات من اروع ما يكون. هنا راني نقطع فيها، انا نحب نقطعها اون تريونغل هكايا. شوفوا نوريلكم كيفاش جات، جات هايله دايوغ، ما قدرتش نصبر دقتها ديريكت. ان شاء الله من كل قلبي انكم تسيوها وترجعوا لي بالخبر. فوالا نكمل نقطعها ونوريها لكم.
voilà les fils que c'est la inchallah tu connais du comme la recette au tiyouha et je vous dis à la prochaine vidéo inchallah à la prochaine bye.